اللي تدخلت من الجانب الآخر، اللي وصلت الذيبة، الذيبة على ما أعتقد أنها ذيبة قادمة بشعار عبد العزيز بن غانم بن سلطان. الهديفي وصل، الله 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 الله، اسم عملاق وخطر بدأ يتسلل أيضا هنا من خلال تواجد الذيبة. ولكن هنا أيضا تأتي مرغم سالم بن راشد العويسي، يقدم مرغم هنا على المركز الخامس. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء القوية، شعارات قادمة هنا، شعارات أيضا باحثة عن الفوز والانتصار، شعارات قادمة في أغلى المهرجانات القادمة للفوز والانتصار، القادمة للبحث عن الناموس. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، السيارة بالانتظار، مادة الزعفران التراثية أيضا تنتظر الفائزين. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الكبير هنا، المتابعة الكبيرة. أعود إلى مقدمة شوط أهالي المدام، هنا بدأ أيضا مع جبارة على المركز الأول، بدأ حمد بن سالم بن سليم الاكتبي من يقدم جبارة، ولكن الذيب الذيبة بدأت تغير الصدارة. عبد العزيز بن غانم بن سلطان الهديفي من يقدم هذا الاسم، من يسير. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، مع الذيبة هنا ليتواجد أحد شبابنا المضمرين، طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري، أحد الشباب ذو الخبرة والدراية الكافية بالفعل، من يقدم هذا الاسم. ولكن شعار بالعود، شعار بالعود بدأ يعزف سمفونية الناموس ويعزف الوتر الثالث هنا ليقدم هذا الاسم. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، هذه هي هملوله، دشت معاهن واسمها هملوله بالفعل. وصل ايضا ليقدم محمد بن سالم العود العامري هذا الاسم الكبير، هذه التحديات المثيره، شعار الحربي وصل. الف هدى، الف هدى، محمد بن يابر بن عبد الله من يقدم الف هدى. مرغم قادمه، مرغم قادمه هنا على المركز الخامس، لياتي سالم بن راشد العويسي يقدم هذا الاسم الكبير. الله 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 الله، هذه هي الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى التي تبحث عن التتويج. الفايف ستار هنا أيضا، المحيط الخماسي بدأ يتجول بشعارات مختلفة، بدأ يتجول بمنافسة قوية تحمل أيضا الدماء المحلية الأصيلة. يا سلام يا الذيبة، الذيبة على الصدارة، الذيبة على المركز الأول، الهديفي، الهديفي يقدم الذيبة هنا. مشاهدينا الأعزاء، عبد العزيز بن غانم بن سلطان الهديفي من يقدم هذا الاسم الكبير، من يقدم هذه التحديات المثيرة. ولكن هملولة، هملولة حمد بن سالم بالعود العامري بدأ أيضا يقدم هملولة على المركز الثاني. وصلت مرغم، تدخلت مرغم المثلث الذهبي، بدأ أيضا راشد بن سالم أو سالم بن راشد العويسي يتدخل هنا إلى المثلث الذهبي. ما شاء الله تبارك الله على هذه الانطلاقة الرائعة المثيرة هنا في ميدان التراث، ميدان السويحان، رابع أيام هذا المهرجان، سن الإذاع، سن الإمتاع، المتعة والإثارة. ما شاء الله أداء رائع وجميل من الذيبة، الذيبة 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 اللي على المركز الأول، عبد العزيز بن غانم بن سلطان الهديفي، ضيفة عزيزة قادمة من دولة قطر، قادمة من ميدان التحدي، قادمة من ميدان الشحانية، لتأتي في الأول أشواط الإذاع هنا. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، لتنفرد هنا الاثنين كيلومترات المتبقي. مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هذه هي الذيبة اللي على المركز الأول، يأتي الهديفي، الهدف مع الناموس والفوز والانتصار في مثل هذه المهرجانات. ما شاء الله، هملولة على المركز الثاني، حمد بن سالم العود العامري من يقدم هملولة على ثاني المراكز، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثالث. مباشرة إلى المركز الثالث الوصول من مرغم، وصلت مرغم سالم حمد بن سالم بن سليم على ظهر جبارة، الأسماء القوية، الانطلاقات المثيرة، قدم القادمون، وصلوا أيضا أصحاب المناطق الخلفية ليظهروا هنا في شاشة إياس. الله 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 الله، بدأ الصراع، بدأ أيضا الانطلاق القوي، التحديات المثيرة، أول القادمين المجازف، وصل المجازف، شعار راعي مطيل أيضا قادم مع النصيبة، وهنا القادمة مشاهدينا الأعزاء اللي هي جبارة.
الصفارة، سالم بن دحم صقوع العامري. هذه هي النتيجة، هذه الأسماء القوية، ولكن الذيبة، الذيبة على الصدارة، الذيبة على المركز الأول، الذيبة على الانطلاق الأول، تأتي في هذه الصدارة الأولى. الكيلو الأخير، دخلنا هذا الكيلو، الذيبة بدأت بالسرعة تلقائيا، ما شاء الله تبارك الله، تبارك الله على هذا الأداء الكبير. الذيبة عبد العزيز مغانم سلطان، الهديفي من يقدم هذا الاسم الكبير، هذا الانطلاق المثير مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. الذيبة على المركز الاول، الذيبة على الانطلاق الاول، تاتي بهذه ايضا الانطلاقة، تحركات مرغم، سالم بن راشد ايضا العويسي يتواجد ايضا يقدم، مرغم وصلت هملولة، حمد بن سالم العود العامري، العامري بدا يسير ايضا ليقدم هذا الاسم الكبير. ال 500 متر الاخيرة، الذيبة، 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 اسم بسم الله ذكر والله، الله 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 الله، الحركة، الحركة، الحركة. أشكرك يا طالب، أشكرك يا طالب، ولكن مرغم، مرغم، مرغم والذيبة، ذيبة ومرغم على خط النهاية. الذيبة جولة الأوامر النهائية، حرك، حرك، روح، روح إلى الصدارة والمركز الأول. إذن الذيبة، الذيبة، الهديفي، العويسي، الهديفي، العويسي، أول أشواط الإمتاع. الله 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 الله، الذيبة، مرغم، مرغم، الذيبة، الذيبة، مرغم خط النهاية، ولكن الذيبة. سلام الدوحة، سلام، سلام الدوحة، سلام، جود ايفنينج يا الدوحة، جود مورنينج يا الهديفي، جود مورنينج يا الهديفي. يسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. هذه الذيبة عبد العزيز مغارب وسلطان الهديفي، بينما المركز الثاني وصلت مرغم سالم بن راشد العويسي. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت هملولة، محمد بن سالم بالعود العامري. المركز الرابع، النصيبة خليفة بن حمد بن مبارك المهيري. والمركز الخامس، وصول رائع وجميل، جبارة، سالم بن دحم بن صقوح العامري. شكرا يا الشاعر يا راشد الزرعي على اعطاء ايضا الارقام، ولكن هنا ايضا شوط الضباب ياتي مع الذيبة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. شكرا طالب بن مرزوق العسكري من قاده الى خط التتويج والفوز، ما شاء الله تبارك الله، توقيت ثمني ايضا خيالي، يسجل هنا 9 دقائق ثانيتين 8 اجزاء من الثانية. متعة، اثارة، قوة، اداء رائع، نجومية كبيرة، تهانينا ناموس على هذا الفوز عبد العزيز بن غانم بن سلطان الهديفي. بينما المركز الثاني وصلت مرغم ب9 دقائق 3 ثواني جزءا واحدا من الثانية. الله الله، تهانينا ايضا لسالم بن راشد العويسي. بينما اللي احتلت المركز الثالث من خلال هذا التواجد الكبير ايضا كانت هملولة، قدمت عرض رائع وجميل ايضا من قدمها شعار بالعود، يقدم هملولة مع هذا الانطلاق. محمد بن سالم بالعود العامري ايضا قدمت 9 دقائق 8 ثواني و3 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد هذا الاسم الكبير. اذا هنا الذيبة من تدون اسمها باحرف من ذهب، هنا مشاهدينا الاعزاء ياتي ايضا مع الذيبة عبد العزيز بن غانم بن سلطان الهديفي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم،